كمان من أخبارنا، قالت وكالة نوفا الإيطالية إن مصر تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2018. وأشارت الوكالة إلى أن فائض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر سيبلغ نحو مليار قدم مكعب يوميا. ونقلت الوكالة قول رئيس اتحاد مستهلكي الغاز الطبيعي المستهل محمد سعد الدين: مصر مصممة على احترام العقود الموقعة لتصدير الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكان الاتحاد الأوروبي أعرب عن استمرار دعمه لمصر لتصبح مركز إقليمي للغاز في ظل استخدام محطات إسالة الغاز في كل من إدكو ودمياط لتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية.